إحراق للأعلام الروسية، هكذا عبر المتظاهرون السوريون عن غضبهم من قرار الفيتو الروسي في جمعة روسيا تقتل أطفالنا. تظاهرات حاشدة خرجت في كل من الحسكة وريف دمشق ودرعا وحمص وإدلب وعدة مدن سورية أخرى، ترافقت مع انتشار كثيف لقوات الأمن التي تمكنت بحسب الهيئة العامة للثورة السورية من اقتحام حي القابون، إضافة إلى بلدة مضايا في ريف دمشق التي قصفها الجيش السوري بكل أنواع الأسلحة الثقيلة قبل أن تتمكن دباباته من التمركز داخل أحيائها بعد مواجهات عنيفة مع وحدات الجيش الحر. أما مدينة حرستا فقد شهدت خروج تظاهرات حاشدة من عدة جوامع، واجهتها قوة الأمن بإطلاق نار كثيف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. دبابات الجيش السوري اقتحمت كذلك مدينة درعا التي شهدت إطلاق نار كثيفا وملاحقات للمتظاهرين في أغلب أحيائها، ما تسبب في إصابة العشرات. الله أكبر. هذا وواصلت القوات السورية ولليوم السادس على التوالي بقصف حي باب عمرو في حمص، حيث أكد ناشطون سقوط أكثر من 100 صاروخ على الحي. وفي حمص التي تدفقت عليها تعزيزات من المدرعات خصوصا في حي الإنشاءات الذي دخله الجيش والشبيحة حسب ناشطين، فقد شهدت قصفا على حي الخالدية والبياضة براجمات الصواريخ والمدفعية بعد محاولات عديدة لاقتحامها. أما في إدلب فقد قامت قوات الأمن والشبيحة بإطلاق الرصاص الحي على مظاهرة خرجت تضامنا مع المدن المنكوبة. سيها بن زاموش، العربية.